ومن ساعتين سربنا. ليك حبيبي انا اكسه كان ياخدنا ويجيبنا من المشروع للثاني. اول ما توعى بدها تسال شو المشروع، غدا وين، عشا وين، بعد السهره وين منروح. بونجور وضح، انا الشمعون وبعمل كوميدي راب سونغز، ميكس كتير ذكي بين ستاند اب كوميدي وراب. سيطروا فيها ناس هون، وين كل روح منسيه هون، وين كل عيون معميه هون، وين كل عقول مغسوله. والراب منه كتير مرحب فيه. أنا كتير في ناس بيقولوا لي نحن ما منحب الراب بس كتير منحبه، كتير بتضحكنا. وإذا بدك عملنا مثل ميكس كتير ذكي بين ستاند اب كوميدي وراب، قدرنا نعمل كلمات رايمينج يعني على قافية عم يمشوا ورا بعضهم، على ميوزك، على بيت حلو بهز الراس شوي، وقدرين نضحك بذات الوقت. هيدا يلي عم بينجحنا. بلشت بكواليس كوميدي نايت مع ماريو باسيل، كنت اعمل كوميدي، اشتغل كوميدي، اعمل اغاني كوميدي، وكان عندي تالنت الراب. سو بعد 10 سنين، فتره 10 سنين شغل وراء الكواليس، قررت المع واطلع للنجوميه، وبلشت فوت الراب بالكوميدي وماشي الحال على انستغرام. يعني كتر خير الله، شغل دبرني لك. هلا ما في الا نخفف بانيك مع الزبونين. يلا بدلك شمعون قلع عبالك حمص. فينا نبلش بمازة حتى تتسلوا بالنطرة، فتوش أو تابول، الماما قالت ناكل خضرة. بونجور جو. بونجور أندري، شو محضرين للمشاهدين اليوم؟ عم نجرب نوصل بالروست فكرة الروست الأساسية اللي هو التقبل برا. إذا حاضرين شوات، في شو اسمه روستد، في كذا حدا بيعملوا روست، بيكون الستار موجود وبيطلع كذا حدا بيعمل له روست، يعني بيضحك العالم، بيضحك الببليك عليه، وبيكون في تقبل كتير حلو. سو نحن عنا لا يعني أكتر مرة بحياتي أكلت مسبت بس عملت هيدا الروست. شو رأيك بهاللوحة لستيفاني صديبو؟ بفرجي روحها الحلوة إن هي بتحب الحيوانات. It's nice. بس هيدا شو؟ هيدا تراديشنال، هيدا الطربوش كانوا يستعملوه جدودنا، بما إنه جدودنا كانوا يهتموا بالحيوانات أكتر، هيدا تذكير. هيدا مثل دالي وقتها بيترك شيء إفيه لإله. هو الفن هو اللي بينشر الوعي. يعني ما في بلد بالعالم تطور الا اذا ما كان فنه وفنانينه شوي متفتحين وقادرين يوصلوا، والفنانين هن اكثر ناس بيقدروا ياثروا على العالم. فالفن هو اللي ممكن يعطينا امل من هلا لبعد